انطلقت صبيحة هذا اليوم المحطة الثانية من اجتياز امتحانات السنة الثانية بكالوريا المتعلقة بالقطب العلمي، والأجواء لحد الساعة كما لاحظنا جميعا أجواء عادية، وانطلاقا من مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم تسيرها منذ أسابيع قبل بداية الامتحانات، وتم أجراءتها خصوصا من خلال انخراط الملحوظ واللا مشروط لجميع المتدخلين وعلى رأسهم الأطر التربوية والإدارية، وكذلك بدعم القطاعات الأخرى كالصحة والشباب والرياضة، وبتنسيق محكم مع السلطات المحلية، حيث أن تدخلات مندمجة وداخل الفضاءات صلحتنا لجوء المنشآت الرياضية المدرجات، وكذلك داخل القاعات ما تجاوزناش 10 ديال المترشحين في القسم، وتوفير الكمامات ومجموعة من الوسائل التي تضمن من ناحية الوقاية والسلامة الصحية، وكذلك تضمن ظروف عادية لاجتياز هذه الامتحانات. توفيق لجميع المترشحات والمترشحين، وأن تنتهي هذه المحطة ديال الاجتياز السنة الثانية بكالوريا تكون واحد المحطة ديال التتويج ديال سنة دراسية بالرغم من هذه الظروف الاستثنائية، سنة دراسية ناجحة إن شاء الله.